ليه العين السخنة underrated أكتر من الساحل؟ ليه مش عارفة تاخد الضجة والسكسس بتاع الساحل؟ مع إن لما نيجي نفكر فيها نلاقي إن السخنة أقدم، أقرب، الجو فيها مظبوط تقريباً طول السنة، فيها حاجات مش موجودة أصلاً في الساحل زي الووتر أكتيفيتيز، وده لطبيعة البحر الأحمر نفسه. فتعالوا نشوف ليه. طيب، هل ده علشان الشواطئ في الساحل رملية أكتر من السخنة؟ أو ممكن برضو علشان الساحل فيه ووتر أكتيفيتيز وبيتش أكتيفيتيز أكتر من السخنة؟ وبرضو ممكن علشان السخنة كانت معروفة زمان بأن فيها مواني كتير وميناء الأدبية وميناء دبي، فهي نقدر نقول عليها مدينة يعني صناعية أكتر، أو يعني نقدر نقول عليها مدينة لخدمة قناة السويس، فبالتالي مش موجودة في المايند سيت بتاعنا على أن هي فاكيشنال سيتي. ممكن علشان ما فيهاش فكرة اللاجونز، أو خليني أكون سبيسيفيك أكتر، كريستال لاجونز، أو يمكن علشان ما فيهاش كوميرشال وريتيل كفاية، أو يمكن علشان ما فيهاش نايت لايف. تعالوا بقى نحكي الحكاية من الأول خالص. مدينة العين السخنة كان بيربطها بالقاهرة الجديدة طريق، ولا يزال طبعا بيربطها طريق 120 كيلو ساعة تقريبا من القاهرة للعين السخنة، بيطلع من القاهرة، وطبعا حاليا طبعا بقى ليه مداخل كتير ومخارج وإكزيت بوينتس كتيرة، سواء كانت من العاصمة الإدارية، سواء كانت من القاهرة الجديدة، عكس زمان كان لازم تروح لغاية الطريق الدائري نفسه علشان تبتدي تاخد طريق السخنة، لأن النهاردة بقى فيه إكزيتس، وحركة التطوير اللي حصلت في الطرق خلت الوصول لبداية طريق العين السخنة بسهولة جدا. الطريق ده 120 كيلو، ولما بيوصل عند العين السخنة بيتقسم اتنين، يمين الطريق وشمال الطريق. خلينا نقول ايه الفرق بين الاتنين، لان طبيعي يكون في فرق. لما نيجي نروح شمال الطريق نقدر نلاحظ ان طبيعة الشاطئ هناك رملي اكتر. بنظرة سريعة كده على شمال الطريق نلاقيه رملي بطبيعته. تعالوا نرجع للطريق تاني، من هنا نخش شمال، وبرضو بنظرة بسيطة جدا نقدر نلاحظ طبيعة الفرق في الطبيعة وفي الجيولوجي نفسها، انها صخرية اكتر، وده برضو لوجود سلسلة او بداية سلسلة جبال البحر الاحمر. وعلى فكرة الطبيعة دي ما بتفرقش بس في فكرة البيتش أو فكرة إن هناك شاطئ رملي وهنا شاطئ صخر، لا دي بتفرق في الجو نفسه كمان، لأن طبيعة الجو يمين الطريق بوجود سلسلة الجبال اللي قدامنا دي، وطبيعة جبال البحر الأحمر بتعمل احتباس حراري، وده بيخلي الجو هناك نسبياً حر أكتر من شمال الطريق اللي نقدر برضو نشوفه كده، نلاقي إن هو ما عندوش أي مصدات الناحية التانية، وبالتالي الجو هناك أحسن بكتير، أو نقدر نقول إن هو ألطف بكتير. الطبيعة دي بقى كانت هي اللي خلت التطوير في العين السخنة يبدأ من الجانب الشمال. بالمايند سيت للساحل إحنا بندور على بيتش زي بتاع الساحل، علشان كده ابتدى التطوير من الجانب الشمال. وهنا أنا عايزة أقول مثال، هتلاقينا كلنا مثلا مين فينا طفولته ما كانتش جزء منها في ستيلا دو ماري، بالميرا، لاسيرينا، كناري، بيتش، كل دول على الجانب الشمال من الطريق، والتطوير في العين السخنة ابتدى من الديفلوبمنتس دي. وبنظرة سريعة بقى على المشاريع دي كده هنلاقي إن الشاطئ رملي زي ما احنا متفقين، شمال الشاطئ رملي، وده بيبان على الجوجل مابس. بس تعالوا بقى نبص كده على الماستر بلان للمشاريع اللي احنا لسه قايلينها كده، وبرده من فوق لتحت. تعالوا كده ملاحظين ايه في الماستر بلان. نلاحظ ان الماستر بلان متكدسه جدا، مساحات اللاندسكيب والووتر بوديز تقريبا مش موجوده خالص، وده من اول كناري
ننزل نلاقي ساند بيتش نفس الكلام، ماستر بلان متكدسة جدا، أميجو واحد واثنين وثلاثة عمارات بس، فيش أي حاجة تانية. ننزل تحت أكتر نلاقي المنال مثلا واحد واثنين، ودول برضو نفس الستايل. بس هنا بقى هنبتدي نلاحظ ان ابتدت الماستر بلان تتغير شوية، ابتدى يبقى فيه هنا اهتمام بالووتر بوديز اكتر. ووتر بوديز دي على فكرة معناها بولز مش لاجونز. لغاية ما نيجي كده نلاحظ ان ابتدى يحصل هنا فرق واضح جدا في الماستر بلان. من ماستر بلان متكدسة نسبة البنى فيها بالنظرة العادية جدا نلاقي ان هي اكيد تزيد عن العشرين والخمسة وعشرين في المية، وعلى فكرة دي نسبة بنائية عالية جدا، لان انت لسه عندك طرق، لسه عندك مش هنقول خدمات بس ببساطة شديدة جدا البولز او الاوتيل ده بيتحمل على المساحة الفاضية مش المساحة البنائية، وعشان كده تلاقي الماستر بلان زحمة جدا. تعالوا بقى نبص هنا كده 2008 ابتدى شكل التطوير ياخد شكل مختلف بدخول شركة نيو جيزة بمشروعها عين بي، وبعدها بسنتين في 2010 كان دخول حسن علام بجازلة البنس. والمشروعين دول كانوا بيستهدفوا كاتيجوري مختلف شوية في السخنة وهو الـ A Plus Community. وهنا احنا محتاجين نقف شوية علشان نركز كده ونشوف التطوير ابتدى منين ووصل فين. ابتدى شكل الديفلوبمنت بقى يتغير شوية بإيه؟ بدخول شركة نيو جيزة صاحبة مشروع عين باي. لما نيجي نبص على الماستر بلان نلاقي تقريبا مفيش يونتس، نلاقي هو عبارة عن جولف كورس كبير جدا منتشر في مساحة المشروع بالكامل. ده اللي شجع حسن علام ان هو يفتح جاز ليتل فينيس في 2010 تقريبا بنفس الستايل، يعني انتوا لو بصيتوا هتحسوا ان الاثنين مشروع واحد اصلا، والاثنين على فكرة نقدر نقول عليهم ميجا ديفلوبرز اي كلاس هايلي سيلكتيف، لدرجة ان حتى مارينا وادي دجلة لمجرد مجاورته للديفلوبرز دول خلاه يغير شكل الماستر بلان بتاعته عن اي مشروع تاني موجود في السخنة، علما ان وادي دجلة عنده مشاريع كتير جدا في السخنة، لكن لمجرد ان مارينا وادي دجلة هو يعتبر اميز واحد فيهم. وبرضو تعالوا نبص على الماستر بلان كده، دي مش الماستر بلان التقليدية لوادي دجلة، هنلاقي هنا عامل مساحات يو شيبس، عامل ووتر كانال بطول المشروع بالكامل، ابتدى يحط شوية بولز كبيرة ما نقدرش نقول عليها لاجونز لكن نقدر نقول عليها ووتر بوديز محترمة. نهاية بآخر قطعة أرض ساندي بيتش، ودي كانت من نصيب شركة مدار، والمشروع ده اسمه أزهى، وده طبعا هنتكلم عليه بعد كده بالتفصيل. وللدقة خلينا نقول ان هي دي مش اخر قطعة ارض، لان برضو على جوجل مابس واضح جدا ان في قطعة ارض جنبها، ولكن هذه الارض هي مملوكة للدولة وملهاش اي خطة تطوير لغاية دلوقتي. واخدين بالنا من حاجة يا جماعة، لما نيجي برضو نبص على المشاريع دي تقريبا لسه مفيش خدمات، مفيش اكتيفيتيز، مفيش كوميرشل بالمعنى الحقيقي، مفيش سي اكتيفيتيز بالمعنى الحقيقي. يمكن البيج ديفلوبرز اللي هي نيو جيزا وجاز ليتل فينيس ابتدوا يشتغلوا على الكوميرشال والريتيل، ولكنه لا يزال برضو ما نقدرش نقول عليه ريتيل حقيقي او كوميرشال حقيقي، لانها بتبقى حاجات صغيره يمكن لخدمه الريزيدنس اللي موجوده هناك بس. تعالوا بقى نشوف يمين الطريق الناحيه الثانيه كده، احنا خلصنا شمال الطريق بالحكايه اللي ابتدت بالتطور فيها، ونهايه بأزهى اللي احنا قلنا ان احنا هنتكلم عليها بالتفصيل كمان شوية. تعالوا بقى نخش كده يمين الطريق. يمين الطريق بقى في ميزة تعتبر مش موجودة بقى في اتجاه السويس. تعالوا نبص كده، اتفقنا ان الطبيعة هناك طبيعة جبلية، طيب ايه الميزة في كده؟ الميزة في كده ان الطبيعة دي قدرت هي كمان تكون اتراكتف بشكل او باخر لمطورين من نوع خاص بيحبوا يبنوا بطريقة المصاطب. تعالوا بس كده نبص عليها قبل ما نقول ونشرح يعني ايه مصاطب. تعالوا نبص كده على تلال
ولافيستا. وبالمناسبة في الوقت اللي اتعمل فيه المشروعين دول كانوا تلال ولافيستا يعتبروا شركة واحدة كان اسمها طيبة، علشان كده تقريبا شكل الماستر بلان في الاثنين شبه بعض. وتعالوا بقى كده نبص هنا نلاقي ان دي مصطبة 2 3 4 5 6. وهنا بقى احنا محتاجين نقف شوية علشان نفهم يعني ايه مصاطب ويعني ايه ميل. المصاطب هي ببساطة السلالم، هي بفكرة اني اقدر ابني صف فيلات او صف يونت وبعد كده صف تاني وصف تالت. لازم يبقى فيه شرط اساسي عشان نقدر نقول عليه مصاطب، وهو شرط السلم، ان لازم يبقى فيه فرق لا يقل عن 3 ل 4 واحيانا في بعض المشاريع ممكن يزيد عشان اقدر من الدور الارضي اشوف البحر. فتلاقي ان المصاطب او المشروع اللي بيبقى فيه مصاطب بيحقق رؤية تقريبا من 80 ل 90% من الوحدات للسي فيو، ودي ميزة ليها مريديها. يعني في ناس النهاردة لازم تبقى عندها ميزة السي فيو مش ميزة استخدام البحر، انا عايز اشوف البحر اكتر ما استخدمه. وعلى فكرة تلال ولافيستا الى الان يعتبروا بايونيرز سواء كان في السخنة او في الساحل في فكرة المصاطب، اما الميل فده حاجة تانية. وبالرغم من نجاح تلال ولافيستا في استقطاب هاي اند كلاينتل للناحية اليمين من الطريق زي ما عمل عين باي وحسن علام، بس تحس برضو ان السخنة كان لسه ناقصها حاجة، لسه ما فيهاش انترتينمنت حقيقي، لسه ما فيهاش كوميرشال حقيقي، لسه ما فيهاش ريتيل، لسه ما فيهاش فرانشايز سواء كان في الريتيل او سواء كان في الاف ام بي، لسه ناقصه حاجه. طيب التشالنج ده بقى مين اللي خده؟ زي ما قلنا ان مين فينا ما يعرفش ستيلا دي ماريف طفولته، فبرضه مين فينا ما يعرفش بورتو وبابا بورتو، ده يعني برضه من ذكريات الطفوله. عامر جروب، بورتو ده مملوك لعامر جروب، وفي الحقيقه عامر جروب خد تشالنج ما نقدرش نقول عليه بسيط. ليه؟ لسببين. التشالنج الاولاني كانت ان هو هيعمل كوميرشال وريتيل وانترتينمنت. طب التشالنج الاصعب انه على الناحيه الثانيه من الطريق. تعالوا كده نبص، اتفقنا ده الطريق بتاع ده طريق القاهره العين السخنه اللي بيطلع اهو تاني من القاهره، بنفضل ماشيين اهو لحد ما بنوصل، بنقسم فرعين، فرع اتفقنا شمال في اتجاه السويس والفرع اليمين في اتجاه الزعفرانه والغردقه والجونه. ننزل كده زي ما احنا شايفين هو على الجانب التاني من الطريق، هنلاقي بقى ماكدونالدز، كي اف سي، وطبعا كان جاب انترناشونال فرانشايزز زي تشيليز، زي استوديو مصر، زي كان ألان لنوتر. عمل حاجات كتير قوي، عمل هانجين جاردنز، حدائق معلقة، مطاعم معلقة، أول تلفريك، كوميرشال وانترتينمنت حقيقي، حفلات كانت بتتعمل هنا كتير جدا عشان يحاول ينتجريت فكرة النايت لايف. عمل جولف لدرجة ان هو عمل جولف. الجولف ده للناس برضو لازم يبقوا عارفين ان هو الاوبريشن بتاعه صعب جدا في الارض العادية، فما بالك في الارض الجبلية بيحتاج ايه؟ لا بيحتاج preparation واكويبمنت وتشغيل من نوع خاص. مع بداية تشغيل عامر لبورتو جروب ابتدى بقى البيهيفير لاستخدام السخنة يختلف. بدل ما الناس كانت بتيجي تقعد يوم وتمشي او دي يوز او اخرنا ليلة واحدة، لا الناس بقت بتيجي تقعد يوم واثنين وثلاثة، long weekends، الفيكيشنز السيزونال اللي ممكن تيجي اثناء السنة، فبقينا بنروح وبنقضيها في السخنة اعتبارا ان احنا خلاص بقى هناك في سيرفيس، بقى في سوبر ماركت، وبقى في صيدلية، وبقى في كوميرشال، وبقى في اف ام بي. الحياة ابتدت تبقى فيزيبل اكتر، سهلة اكتر. وعلى فكرة ده اللي شجع كمان موفنبيك، وهو باعتباره واحد من اتقل واشهر الفرانشايزز في الاوبريشن عموما في الهوسبيتاليتي، انه يفتح يمكن عند او جنب بورتو علشان اليوزرز بتو يقدروا برضو ياخدوا البريفليج او يستفيدوا من فكرة وجود بورتو على بعد 10 دقايق بس منهم. تعالوا كده نعمل ريكاب سريع
احنا بنحكي حكاية من 1999 وهو بداية تغير ملامح السخنة من مجرد مدينة صناعية او مدينة مرافق او مدينة مواني الى مدينة ساحلية نقدر نروحها لقربها، هي قريبة، هي بالضبط ساعة. وعلى فكرة مع انتهاء تطوير شبكة الطرق في السخنة الموضوع كمان هيبقى يعني اسهل اكتر وفيزبل اكتر ومريح اكتر واسرع، يعني هتحس ان الوقت اصلا كمان ابتدى نفسه يتقلص والاستخدام بتاعها بقى اسهل. ولكن لسه في فراغات، كل ده ما يخليش السخنة تبقى فيرست هوم، لغاية ما الدولة قررت ان تحط عينها على عين السخنة وتدخلها ضمن مشاريع التطوير للمدن الجديدة بتاعتها اللي هي كان من ضمنها مدينة العالمين، مدينة العاصمة الإدارية والمدينة السياحية، وطبعا مدينة الجلالة في العين السخنة. مدينة الجلالة هي عبارة عن مدينة فيها مستشفيات، جامعات، مدارس، إنشاءات للدولة، مش مجرد كومباوندز وبس، لا في هناك كمان هتبقى إسكان وطرح من الدولة نفسها. ومن النقطة دي كل حاجة في السخنة ابتدت تتغير. من النقطة دي ابتدى يبقى في نوع مختلف من الديفلوبمنت في السخنة، ومن النوع المختلف ده كانت شركة مدار. تعالوا بقى نعرف ايه حكاية شركة مدار. شركة مدار هي شركة مملوكة للمهندس حسام الشاعر، واللي ما يعرفش المهندس حسام الشاعر، المهندس حسام الشاعر أسس سنة 2002 شركة سان رايز اللي النهاردة بتمتلك أكتر من 20 فندق في البحر الأحمر، الغردقة وشرم الشيخ، وكمان بيمتلك فنادق عائمة في الأقصر وأسوان. وقفوا كده 2002، يعني احنا بنتكلم في خبرة أكتر من 20 سنة في مجال الهوسبيتاليتي، ومش أي هوسبيتاليتي، الهاي أند هوسبيتاليتي، الفايف والسيفن ستارز هوسبيتاليتي. فتتخيل عقلية زي دي لما تقرر أنها تخش مجال التطوير العقاري، هيعمل مشروع شكله إيه؟ هيهتم بالتفاصيل لأي درجة؟ طب المشروع ده هيبقى فيرست هوم ولا ساكند هوم؟ لا هيبقى ساكند هوم، أو بمعنى أصح هو هيروح على مدينة ساحلية وياخد التشالنج إنه ياخد الساكند هوم ويحوله كمان لفيرست هوم بالفاسيليتيز وبالإمكانيات وبالتفاصيل اللي موجودة جوه أزهى السخنة. تعالوا نقف كده عند أبسط تفصيلة، الاسم. اسم أزهى جه منين؟ أنا متأكدة إن حضراتكم وأنا واحدة منهم كنت أعتقد إن أزهى دي جاية من الزهو أو التجلي في أجمل الصور، نسبياً صح، بس في الحقيقة أزهى هو اسم نجم، أسطع نجم في المجرة بتاعتنا اسمه أزهى. ولما نيجي نخش جوه الماستر بلان نفسها هنلاقي إن حتى الفيليجز الأسامي بتاعتها أسامي ستارز، تورينا، سولانا، أوفا، توسكانا، توكانا، لايرا، كل دول أسامي نجوم من فكرة أزهى وفكرة اجتماع النجوم. طب أنا ليه أسميهم أصلاً على أسامي نجوم؟ ليه أسمي المشروع على اسم نجم؟ لأنه نجم فعلاً. نجم منين؟ من الأرض. الأرض نجم يا جماعة، الأرض هي قطعة مميزة جداً في السخنة. هنتكلم عن قطعة الأرض دي بالتفصيل لأن هي ليها حكاية مهمة جداً إن أنت تبقى عارف تفاصيلها، حتى لأن هي فيها تفاصيل كتير. أزهى والنجوم هم دول اللي عملوا مدار، ومن هنا جه اسم الديفلوبمنت. تعالوا بقى نتكلم عن قطعة الأرض، النجم الحقيقي في المشروع. قطعة الأرض اللي اتبنى عليها مشروع أزهى السخنة ليها مواصفات وكرايتيريا خلتها تبقى حقيقي أرض مميزة. على فكرة قطعة الأرض دي تنافس عليها ديفلوبرز كتير، وهنحكي بعد كده إن الأرض دي على قد ما كانت حلوة على قد ما كانت صعبة، مش أرض سهلة. طيب نحكي الأول الدايمنشنز بتاعة الأرض أو المواصفات الفنية للأرض. الأرض بتمتد على 221 فدان، massive land space. عمق المشروع من أول الجيت لغاية البحر كيلو ومئة متر. نقدر نقول إن الأرض فيها ميل مش مصاطب من بداية المشروع. يعني إيه ميل؟ يعني إحنا عندنا مستوى البحر بيعتبر زيرو ليفل، وأي حاجة فوقيه بتعتبر ليها إنكليشن أو ليها متر، مستوى البحر هو الصفر، فهي من 14 متر نزولاً إلى الزيرو ليفل على وصولاً إلى الشاطئ. هنفهم بقى الأرض دي، قطعة الأرض دي صعبة ليه؟
قطعة الأرض دي بقى صعبة، لأن الأرض دي تحديداً كانت مسجلة، كانت قطعة أرض خالصة التمن. يعني الديفلوبر اللي مطلوب منه أنه هو يخش ياخد الأرض دي، مطلوب منه أنه يخش يدفع رقم في صفار كتير قوي علشان يعرف يحصل عليها لأنها أرض مسجلة. تعالوا بقى نخش في تفاصيل أكتر. اتفقنا أن الأونر هو hospitality minded، وبالتالي هو بيهتم بالتفاصيل إلى أقصى درجة. أول وأهم تفصيلة في أي مشروع هي الماستر بلان، مين الشركة اللي هتحول المشروع ده حقيقي للفكرة أو الكونسبت اللي احنا عايزين نعملها، وهي الكونسبت السياحي أو الكونسبت الفندقي شوية. وبالأخير اختار المهندس حسام الشاعر شركة بي دابليو انترناشنال. اللي مش عارف شركة بي دابليو انترناشنال دي شركة مشهورة جدا في الماستر بلان، عملت مشاريع في جميع أنحاء العالم، دبي، قطر، أمريكا، لندن، وهي شركة عالمية، وهي اللي تولت مسؤولية رسم الماستر بلان، ودي برضو لسه أول تفصيلة. طيب هنتكلم بقى على الماستر بلان دي لما جت اترسمت. اترسمت إزاي؟ 18% فقط نسبة بنائية. هذه النسبة لا يتحملها إلا فقط hospitality minded person، لأن بطبيعة الحال ده مشروع تجاري، مشروع مفروض أنه يحقق مكسب أو profit بشكل أو بآخر، فبالتالي النسبة البنائية هي نسبة مهمة جدا. لكن لما يجي النهاردة يبني على 18% بس من مساحة الأرض، طب بقيت مساحة الأرض عمل فيها إيه؟ بقيت مساحة الأرض دي استغلها في حاجات يمكن كانت أول مرة نشوفها في السخنة، حقيقي أول مرة نشوفها في السخنة، ما بين الأوتيلز، الكوميرشل والريتيل اللي عملوا حتى بطريقة مختلفة، وطبعاً اللي نقدر نقول عليه السيجنيتشر في الموضوع، اللي نقدر نقول عليه البصمة الحقيقية، هي اللاجونز. طيب تعالوا نفهم مع بعض يعني إيه كريستال لاجون. بس عشان نفهم يعني إيه كريستال لاجون، محتاجين نفهم أصلاً يعني إيه لاجون. الحكاية ابتدت زمان جداً، أيام الساحل الطيب وأيام مرأية والعجمي. كانت الفكرة عبارة عن إن إحنا عندنا بحر، وده طبعاً نضيف لوحده، وعندنا بول، وده طبعاً بيحتاج رعاية وتنظيف، لدرجة إن إحنا حتى الـ pH بتاعته لازم تبقى مظبوطة وتتزبط كل يوم، لا ينفع تبقى أقل ولا أزيد، وده لصحتنا وصحة الناس اللي بتعوم فيه. لغاية ما جت الجونة مع بداية تشغيلها، جت شركة اسمها إيماك، ودي شركة متخصصة في صناعة اللاجونز، وعملت اللاجون بالفكرة التقليدية بتاعتها، اللي هي عبارة عن إن أنا بدخل مية البحر جوه المشروع بممرات مائية علشان أقدر أدخل ووتر بوديز وأخلق فيوينج للوحدات اللي موجودة هناك. ولكن اللاجون دي ما كانتش لاجون معمولة إنها تبقى كريستال لاجون. هنفهم يعني إيه كريستال لاجون. باختصار هي ما بتتنضفش، فبالتالي الأرض بتاعتها هي أرض طينية، وللي راح الجونة هيقدر يلاحظ ده بمنتهى السهولة، والمية بتاعتها كمان مية بحر، ومن هنا ما بيجيش احتياج للتنظيف. لغاية ما الدنيا اتطورت أكتر وظهرت بقى الكريستال لاجون. يعني إيه كريستال لاجون؟ كريستال لاجون يعني كده، مية كريستال زي ما حضراتكم شايفين، ودي بتتعمل بتكنولوجي خاصة و very 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 specific، اللي هي عبارة عن إن بيبقى فيه طبقة عزل، وطبقة العزل دي لازم يكون ليها مواصفات خاصة من ناحية اللون والتكتشر، وبعد كده بتبدأ عملية الملء، ودي بتبقى عبارة عن مضخات بتضخ مية البحر داخل، لأن دي مية مالحة. بس التكنولوجي بقى إنها سيلف كليننج، ما بتحتاجش حد ينظفها، وحتى لو احتاجت مانوال ليبر أو بتحتاج إن هي تنظيف يدوي، فده بيبقى بمساعدة الماشينز. ده بيحقق إيه؟ بيحقق اللي احنا شايفينه دلوقتي، انها مية سويمبل، بحيرة، وفي نفس الوقت هي تطور لفكرة البول، لانها المساحات بتاعتها بتبقى اكبر بكتير وبتستحمل تشغيل اكبر بكتير. طيب احنا عندنا شركات او كريستال لاجون ده موجود في شركات كتير؟ لا، موجود في شركات محددة جدا، لان التكلفة بتاعته بتبقى very expensive، لانها في الاخر بتدي لك quality exclusive جدا، وبتقدر تحول المشروع ده إلى attractive point بيكونوا بس في كريستال لاجون. بالمناسبة السخنة فيها لاجونز سويمبل لا، بس فكرة الكريستال لاجون بتقدر تخليها تكون سويمبل، فبالتالي هي ووتر بادي، وباستمرار
نظيفة وصالحة إن احنا نعوم فيها ونستمتع بيها في أي وقت. على مساحة 257 ألف متر بتمتد على مساحة المشروع بالكامل، لدرجة إن شركة كريستال لاجون نفسها لما جت ترسم أو لما جت تنزل التأبلاي اللاجونز الكريستال لاجونز كان عندها مشاكل في ميل الأرض، لأن النهاردة الكريستال لاجون ده بياخد المية من البحر وبتدي يعمل لها بامبنج. اتفقنا إن الأرض فيها ميل، لأن الأرض إحنا كده هناخد المية against gravity أو ضد الجاذبية، فده معناه إن أنا محتاج مضخات من نوع مختلف وفلاتر من نوع مختلف، حتى مش مجرد بس التكلفة العادية للكريستال لاجون، لأ ده زادت لدرجة إن إحنا بعد كده لما جينا نوصل الكريستال لاجونز دي ببعض علشان الصيانة قررنا إن إحنا نهدر تاني من النسبة البنائية بعد ما كنا اتفقنا عليها بالسنترال بارك. تحت السنترال بارك عبارة عن الفلاتر والمضخات اللي بعد كده استغلنا المساحة بتاعتها، مش علشان ناخد عليها أو نبني عليها، لا عشان نعمل عليها كوميونيتي سنتر وعلشان نعمل عليها ميني كلاب هاوس غير الكلاب هاوس الرئيسي اللي موجود على البحر. ونرجع بالتفاصيل دي كده نقدر نشوف إن فعلا المشروع ده التوجه بتاعه إنه يبقى فندقي أكتر، سياحي أكتر، روقان. بقت the jewel of the crown، بقت درة العين السخنة، بقت the highest and the finest destination في العين السخنة. وطبعا بطبيعة الحال احنا بنقول على مشروع بدأ من 2015، النهاردة احنا في 2023، وبطبيعة الحال الانفنتوري النهاردة في العين السخنة والافيليبيليتي برايمري من الديفلوبر نقدر نقول عليها انها اصبحت ليميتد شوية، ولكن احنا في انتظار ان شركة مدار تفاجئنا قريب بريليز جديد، بطرح جديد، بانفنتوري جديد، لان اكيد في ناس لسه عايزة تاخد الاكسبيرينس دي وتبقى جزء من أزهى لايف. خلينا برضو نفضل دايما فاكرين ان البروجكت اللونش الجديد او اللونش اخر لونش لشركة مدار كان أزهى نورث، وده هيكون ايفن احلى وفي ديفلوبمنت اكتر من أزهى السخنة، علشان نقدر نعمل نفس التجربة of أزهى لايف في السخنة هي هي في الساحل. أزهى is an experience، أزهى مش مجرد ديفلوبمنت ولا مشروع ولا تطوير، أزهى هو حياة، اسلوب حياة، عشان كده احنا دايما بنقول عليها أزهى لايف، a very beautiful life. هاي الاخبار؟ هاي الاخبار؟ ايتن محمد موسى، انا مودي منير، احمد طارق، نانسي سامي، امجد شريف، ايميل محمود برديسي، يسرى. بس نانسي حضرتك كونت في أزهى من إمتى؟ أنا من 8 سنين، بقالي سنة ونص سنتين تقريبا، من 2017 2018 18 من 2016 آخر 2015 2019 أونر من زمان، من أول الناس خالص، من 2016. إيه أكتر حاجة بتحبها في أزهى؟ المكان كله حلو، اللايتنينج، اللاندسكيبينج، البحر طبعا. اتس يونيك. البيتش مكان من اكتر الاماكن اللي الرمله حلوه ومفيش صخر خالص. ديفينتلي كوميونيتي. بحب الكوميونيتي هنا قوي. سيفتي وهوسبيتاليتي هي قريبه قوي، فده كان بالنسبه لي هو الاوبتيمال يعني. انا بالنسبه لي الفايبس بتاعت المكان حلوه قوي ويونيك، وبصراحه الكوميونيتي كمان حلوه قوي بصراحه. باجي بسهوله، ممكن اجي في اي وقت في السنه، يعني موضوع ظريف قريب من بيتي. وصفي أزهى في كلمه؟ روقان. فيرست هوم. كومفي زون بتاعتي. ماي هوم. كوميونيتي. كوميونيتي دايفرسيفايد وفي نفس الوقت بريميوم. بيس اوف مايند. هوم. ريلاكسيشن. انا كنت هقول بيس اوف مايند.